سيد عبد الله، حدثني إن كان لديك أرقام حول أعداد المعتقلين، أعداد المساجين، أعداد الإكاديميين، أعداد الصحفيين حضرتك ذكرتها أمامنا، يعني أعداد المعتقلين ظلما والنساء والأطفال داخل السجون التركية. نعم، عندي الأرقام. كما قلت لك، هناك 160 صحفي الآن خلف القضبان في تركيا. هذا هو أكبر رقم في العالم. وفيما يخص الرقم الأكبر، لدينا 300,000 سجين، وهم مكتظون في سجون صغيرة، فهم يعيشون في زنزانات صغيرة جدا، والكثير منهم يختنقون هناك. ولكن حكومة أردوغان قامت بإعطاء عفو عام منذ شهر، وفي عفو عام في 2016، و90,000 شخص تم إطلاق سراحهم الآن. ولكن من أطلق سراحهم هم القتلة والمغتصبين وزعماء المافيا وكل أنواع المجرمين، هؤلاء من تم إطلاق سراحهم، ولكن الصحفيين لم يتم إطلاق سراحهم. وكل هذا، أما السجناء السياسيين والمعارضة وأعضاء البرلمان والإعلاميين والقضاة ووكلاء النيابة والأكاديميين، كل هؤلاء ما زالوا خلف القضبان. هذا أمر غير مسبوق. وأعتقد أن لأول مرة هناك 10,000 امرأة الآن في السجون التركية، وهناك أكثر من 800 طفل وشخص صغير في السجون، وكل هذه نتيجة لمحاكمات سياسية. فالأشخاص يحبسون لأنهم لم يدعمون الأجندة الإسلامية الأيديولوجية السياسية لأردوغان، وكل من يعارض أيديولوجيته يتم سجنه أو فأيضا داعش والقاعدة لديها نفوذ في تركيا.